السلام عليكم. ده موقع ذكاء صناعي اسمه stability.ai. ده بيعمل اكتر من حاجه، منهم مثلا موضوع الموديل بيحول البرومت لايمج، برضو بيشتغل على الاوديو، وبرضو بيشتغل على اللانجوج زي شات جي بي تي كده، يقدر ان هو يعمل شات ستيبل ال ام عباره عن لانجوج موديل. طيب خلينا نخش مثلا على موضوع الايمج. هو في ميزة ان انت تقدر تربط موقعك بيه من خلال الاي بي اي، وممكن تقول له انا عايز اعمل تراي للستيبل ديفيجن اهوت، وممكن تطلع على الكود بحيث ان انت تعمل موقعك من خلاله. يعني خلينا نشوف الكود اهوت، وبرضه نقول له تراي ستيبل ديفيجن. ده الاوبن سورس، هو ملف الكود تقدر ان انت تحمله وتقدر ان انت تشتغل عليه اوبن سورس، يبقى عندك موقع منافس ليه. وتلاقي بقى الملفات بتاعته الاس دي كي ال. طيب تعال نشوف مثال من الكليب دروب. الكليب دروب بيقول لك اكتب البرومت اللي انت عايزه وهو يبدا ان هو يعمل لك الصوره. وليكن مثلا عايزين مثلا انت فايتر. طيب بنشوف هيعمل لنا ايه. فنلاقي ظهر معانا بالاشكال ديت اربع صور اهوت، وممكن تعمل له بلس يبدا يعمل لك اربع صور تانيين، بلس كمان يعمل لك اربع صور تانيين، فبيبدا يعمل لك صور كتير. انا بيقول لي ممكن نعمل لك صور اسرع بس بفلوس، فبقول له لا يا عم انا بستنى شويه. ده في صور بتتعمل اول ما يخلصوا يبدا ان هو يطلع لي الصور بتاعتي. فبالتوفيق ان شاء الله. يعني الموضوع ممتع جدا، يعني الميزه ان هو ما طلبش مني ان انا اعمل حساب واشتغل معاه بدون اي مشاكل خالص.